بسم الله الرحمن الرحيم. ينطلق الشوط 30 للقعدان المفريد المسافة 1200 متر. نبدأ مع المركز الأول ونشاهد شاهين مبارك بن سالم بن زاهر المرية. في المركز الثاني رعد محمد بن جابر المسعود، وفي المركز الثالث شاهين راشد بن محمد المرية. ونعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة، محمد بن جابر المسعود المري متقدم ومتصدر هذا الشوط. ونعود إلى المركز الثاني شاهين مبارك بن سالم بن زاهر المري، وفي المركز الثالث شاهين راشد بن محمد المري. ونعود إلى رعد محمد بن جابر المسعود بن مسعود يتقدم مع رعد، هذا الاسم العملاق. وفي المركز الثاني الخطورة من شاهين راشد بن محمد المري، السلالة الشاهنية قادمة لا محالة. المركز الثالث شاهين مبارك بن سالم بن زهر المري. ونعود إلى رعد محمد بن جابر المسعود، ولكن الذي غير شاهين راشد بن محمد المري. رعد وشاهين شاهين ورعد، ولكن تقدم رعد محمد بن جابر المسعود المري. تهانينا والناموس بن مسعود، ولكن الخطورة من شاهين راشد بن محمد المري. رعد وشاهين ولكن رعد تهانينا والناموس إلى محمد بن جابر المسعود. في المركز الثاني شاهين راشد بن محمد المري. في المركز الثالث متعب تركي بن تويمة آل سليمان. التوقيت الزمني لهذا الشوط 1:40:67 جزء من الثانية.